السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعل الجماهير المغربية خلال مباراة صربيا ضد الكاميرون. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا تعادل منتخب الكاميرون ضد منتخب صربيا في المباراة الثانية في كأس العالم بثلاثة أهداف لثلاثة. ويذكر أن المنتخب الكاميروني انهزم المباراة السابقة ضد منتخب سويسرا بهدف دون رد، وبهذا تتبقى المباراة الأخيرة للمنتخب الكاميروني أمام منتخب البرازيل. وخلال تسجيل المنتخب الكاميروني ضد صربيا، ظهرت الجماهير المغربية وهي تحتفل مع الجماهير الكاميرونية في هذا اللقاء. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا بآراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.